استاذ يحيى اهلا بيك. استاذ يحيى معانا؟ ايوه اهلا يا استاذ يحيى، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، الله يكرمكم يا رب. ماذا تعني نتيجة الانتخابات وجولة الإعادة التي دعي إليها بعد أن لم يصل أحد إلى درجة أو إلى 50% من أصوات الشعب زائد واحد؟ نعم، أولا دعنا نرحب بحضرتك وبالمشاهدين، جزاكم الله خيرا. أولا أحب أن نؤكد أن ما حدث أمس في تركيا هو عرس ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فنحن نتحدث عن نسبة مشاركة أعلى من نسب المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة في تركيا. نسبة مشاركة تجاوزت 88%، قربت 90% من نسبة المشاركة. هذا يحصل في القليل من الدول حقيقة. أيضا أمس كانت النتيجة صادمة للمعارضة التركية، حيث أنهم كانوا يتوقعون الفوز من الجولة الأولى وكانوا يراهنون على ذلك، حتى كانت تراهن على ذلك جميع الصحف الغربية وجميع وسائل الإعلام الغربية. أيضا كانت هذه مفاجأة لهم. كانت أيضا المفاجأة الأخرى خاصة بنتائج انتخابات البرلمان، حيث أنه أيضا كان الجميع يراهن على خسارة حزب العدالة والتنمية أو هبوط نسبته، وهو ما حدث عكسه تماما. نتحدث عن تقريبا 50% من الأصوات أو نتيجة الأصوات الخاصة بانتخابات البرلمان ذهبت لتحالف الجمهور الذي يقوده حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان. فطبعا كانت صدمة بالنسبة للمعارضة. المعارضة حتى الآن لم تتقبل النتيجة وتحاول بكل الطرق إيجاد مخرج، ولكن يعني النتيجة النهائية هي نتيجة اللجنة العليا للانتخابات. لن يكون هناك تغيير في الأمر. طبعا جولة الإعادة ستكون مريحة للرئيس أردوغان بسبب النتيجة التي حصل عليها، أو بسبب الفارق الكبير بينه وبين منافسه كمال كليتشداروغلو. حقيقة أنه كان الجميع يتوقع أن تكون النتيجة ما بين الرئيس أردوغان، أو الفارق ما بين الرئيس أردوغان وكمال كليتشداروغلو، نتحدث عن 2.5% أو 3% تقريبا، كانت هذه هي التوقعات. وما حدث أنه تقريبا ضعف هذه النسبة هو ما حصل عليه الرئيس أردوغان. فلذلك نقول أنها ستكون يعني جولة إعادة مريحة للرئيس أردوغان. يعني هل تعتقد أن هناك تحالفات ستختلف؟ هل سيكون سنان أوغان هو عامل الترجيح في الجولة القادمة؟ يعني أنت ذكرت أن ستكون جولة الإعادة سهلة للرئيس أردوغان. نعم، ما أسبابك لذلك؟ هو يعني دعنا نوضح نقطة أخرى. ما حدث قبل الانتخابات بيومين أنه يعني موضوع انسحاب محرم إنجل. نعم، كان يعني كنا نتوقع أنه مناصري محرم إنجل يتوجهون بكمال كليتشداروغلو، وحينها يمكن كانت أن يحدث فرق في الصورة النهائية التي حصلنا عليها. ولكن ما حدث عكس ذلك، أن الشعب غاضب من المعارضة، غاضب من اتحادها مع المنظمات الإرهابية، غاضب أيضا مما فعلته المعارضة مع محرم إنجا. فحصل نوع من التصويت العقابي للمعارضة، وأيضا نوع من استهجان ما تقوم به المعارضة، وظهر ذلك في التصويت للرئيس أردوغان وحزبه. أيضا نتوقع نفس الأمر في التعامل مع سنان أوغان، لأنه سنان أوغان نفسه أعلن أمس أنه في اعتراض شديد على ما تقوم به المعارضة وتقربها من الأحزاب الأحزاب اللي هي المنظمات الإرهابية الموجودة في تركيا. المقصود بها حزب العمال الكردستاني باكاكي والبايديو. نعم، بس للتوضيح. نعم. طب استاذ يحيى، علشان لا اطيل عليك، هل ترى ان الرئيس اردوغان قادر على حسم مساله الرئاسه والانتخابات الرئاسيه في الجوله الثانيه بشكل لا يدعوه للتحالف مع سنان اوغان، ولا لابد له من اعاده التموضع والتحالف مع اخرين؟
دعني للإجابة على هذه السؤال أستاذنا أوضح لحضرتك أنه سينان أوان هو شخص خلفي القومية، قصدي قومي يعني نعم. فكريته أو هو عضو في الحركة القومية سابقا يعني نعم. أي نعم، هو قومي وليس علماني أو يساري، فتوجهه للمهي بي وتوجهه لحزب العدالة والتنمية أقرب له من توجهه لحزب نعم. الشعب الجمهوري. أيضا مناصري سينان أوان معظمهم قوميين، لذلك توجههم سيكون أقرب للحركة القومية، والحركة القومية كما نعلم جميعا في تحالف مع العدالة والتنمية، سيكون الأقرب توجههم للحركة للرئيس أردوغان من توجههم لكمال كليتشداروغلو. شكرا أستاذ يحيى، أشكرك جدا أستاذ يحيى علي يلدرم على التوضيح أن من وجهة نظرك وما تراه أن هذه الانتخابات أو الجولة القادمة ستكون سهلة للرئيس أردوغان. أشكرك على وجودك معنا، كنت ضيف عزيز علينا من إسطنبول، شكرا لك.